عندنا ثلاثة وشهر رحيم. كل عام وانتم بخير. احنا في يوم العيد ونحن في الشوارع اليمنيين الذي احنا الان بنطالب الحكومة انها تردنا. يعني لنا 3 أشهر كل هؤلاء مرضى جاءوا بميزانية يومين ثلاثة أسبوعين والآن انتهت ميزانيتهم. يا إما مطرودين من البيوت يا إما ما عندهم الصرفة. إلى متى تنتظر الحكومة وعاملين ميزانيات للمطارات منتظرين لهذه الميزانيات؟ يا حكومتنا نريد إجلاء في أسرع وقت. الأخوة كرامة اليمنيين، من يحمي كرامة اليمنيين؟ نطالب الحكومة وكل يمني غيور وكل إعلامي وكل قناة أنها تتحرك وتضغط على حكومتنا لكي يسارعوا في الإجلاء. نطلب المسارعة في الإجلاء. لنا إلى الآن أكثر من أسبوع منذ أن حصروا العالقين ومنتظرين، وإذا بمطار شيعون يقول أنه يريد 200 مليون. لماذا هذا؟ نطالب الحكومة ونطالب التحالف ونطالب المنظمة الدولية أنها تساعدنا في أن نعود إلى أوطاننا وعلى حساب العالقين. لا نريد مساعدات، لا نريد مواد إغاثية، لا نريد مواد غذائية. نريد أن يسارعوا بأن يجلوا هؤلاء الناس المساكين. معنا نساء، معنا عجائز، معنا أطفال، معنا مرضى. إلى متى سنظل هكذا؟ أيضا لا نريد أن يستغلوا حاجتنا، لا نريد أن يستغلوا يترزقوا من الآخرين. إحنا الآن في حاجة أن نرجع إلى بلادنا وعلى حسابنا. عندنا ثلاثة من عين صور. عندنا ثلاثة.